الكابتن عصام بهيج. التحق الكابتن عصام بهيج بالكلية الحربية وصار ضابطاً بسلاح الفرسان، لكن شهرته ارتبطت بميادين الرياضة بدلاً من ميادين القتال. ولد في الإسكندرية عام 1931، لكن مشواره الكروي بدأ في المنصورة عام 1946 قبل التحاقه بنادي الزمالك بتشجيع من حيدر باشا وزير الحربية ورئيس نادي فاروق نادي الزمالك لاحقاً، وأحرز مع منتخب مصر بطولة البحر المتوسط في برشلونة عام 1955 وبطولة أمم أفريقيا عام 1959، وساهم في فوز الزمالك بكأس مصر 5 مرات، كما كان ليه الفضل في فوز النادي بدرع الدوري لأول مرة في تاريخه موسم 1959-1960. وفي مجال التدريب قاد الزمالك للفوز ببطولة الدوري وكأس مصر والبطولة الأفرو أسيوية وكأس الصداقة بقطر، ونافس بنجوميته الرياضية نجوم الفن، فجرب التمثيل معهم في فيلم حديث المدينة عام 1964 ومسلسل زمن عماد الدين عام 2002.